ركز معي بهذا الفيديو. بهذا الفيديو بدنا نشرح عن تشخيص اعطال السيارات وكيف انت كفني ممكن تشتغل بهذا المجال. هذا المجال اسمه فني تشخيص اعطال السيارات، يعني من خلال هذا المجال ممكن انت تشتغل كفني فحص سيارات. ايش هو هذا المجال؟ انه يكون عندك انت جهاز تشخيص اعطال، جهاز فحص مثل هذا الجهاز. هنشرح هذا الجهاز الان ونشتغله على سيارة عملي، نطبق عملي على بعض السيارات. راح نحكي بهذا الفيديو عن مجال فحص السيارات، تأهيل كوادر بيشتغلوا بهذا المجال، مجال فحص السيارات وتشخيص اعطال السيارات. ايش العائد المادي من هذا المجال؟ العائد المادي ممكن انت تقديريا تشتغل بهذا المجال كشخص مبتدئ يوميا تشتغل ما يقادر ما يعادل من $100 الى $200 فقط فني تشخيص، كيعادل اليوم اجرة الفاحص في حال اجتك سيارتك تقوم بفحص السيارة على كل سيارة تقريبا من $10 الى $20، بيختلف عن المكان اللي انت متواجد فيه. كمثال لو كنت انت في اوروبا او موجود في امريكا او في دولة عربية، العائد المادي من $10 إلى $20 تقديريا. فهذا المجال اسمه فني تشخيص اعطال السيارات. ايش وظيفتك انت هان كفني صيانة؟ انك بتفحص الاعطال باستخدام جهاز السكانر، بتفحص الاعطال داخل السيارة. من خلال هذا الفيديو راح اعلمك انا ايش هو هذا المجال، مجال فحص السيارات وتشخيص اعطال السيارات، وكيف انت تبدا بهذا المجال، ايش بتحتاج ادوات، كيف الاجهزه هاي بتشتغل على السياره، ايش انت ممكن كيف تطور من نفسك لقدام، كيف تطور من نفسك في هذا المجال، مجال فحص السيارات وبرمجه السيارات. اليوم انا عندي سياره من نوع فورد فيستا، هذه السياره موديل 2005. السياره اللي عندي لهان فورد 2005، هشتغل عليها الان، حورجيكم ايش جهاز الفحص، كيف بيشتغل جهاز الفحص على السياره، كيف انا ممكن اشخص الاعطال، اقرا الاعطال هاي، وكيف انا اتعامل معها. وهيكون ان شاء الله خلال مسيرتنا ان شاء الله على اليوتيوب هعلمك كيف انت ممكن تتطور بهذا المجال، مجال فحص السيارات وبرمجه السيارات. اليوم فقط عنوان حلقتنا هاي انه انا بدي اكون فني تشخيص اعطال، يعني انا هشتغل انا فقط تشخيص اعطال، انه افحص السياره. من السيارة كيف ممكن هاي المشاكل في السيارة، في موجود اعطال كثير بالسيارة، انت كمطلوب منك كفني صيانة انك تفحص هاي السيارة فقط، تبين الاعطال والمشاكل الموجودة داخل السيارة. فقط بكون معك عبارة عن جهاز، هذا جهاز اسمه جهاز فحص اعطال السيارة. الاجهزة في منها كثير، هذه هي الاجهزة، لكن في المجال هذا بدك تفهم انت نقطة واحدة، اهم نقطة اوعك تيأس، ما تيأس. والنقطة الثانية انك تجتهد على نفسك، ما تسمع من الكلام المحبط. مثلا يجيك شخص يقول لك والله انا ممكن اشتري جهاز ب$10 يفحص لي السيارة، تحبط انت في الكلام هذا انه اي شخص ممكن يشتغل بهذا المجال. لا، الكلمة هاي خطأ. ليش؟ لانه الاجهزة التقليدية فقط بتفحص نقطة واحدة في السيارة اللي هي ايش؟ المحرك، الموتور، الماكينة. لكن الاجهزة الحديثة اللي مثل هيك، الاجهزة هاي بتفحص لك كل الانظمة داخل السيارة. ايش في موجود في السيارة انظمة؟ عند المحرك، الانجن، الماكينة، عندك الترانسميشن، الجير، عندك الاي بي اس، الايرباج، نظام التحكم في السيارة. هاي السيارة مليانة لوحات من الداخل، السيارة بداخلها لوحات كثيرة. انت كفني الصيانة مطلوب منك تفحص الاعطال داخل السيارة. كيف انت ممكن تشتغل؟ كمثال في حال زبون اشترى سيارة جديدة، يعني زبون اشترى عندك سيارة جديدة، المطلوب منك انت كفني صيانة تفحص السيارة، ايش فيها مشاكل، ايش فيها اعذار، ايش مسجل اخطاء على الكمبيوتر، وتدي هذا التقرير الى الزبون. التقرير الفحص هذا باخده عليه مبلغ مالي مقدر حسب انت الدولة الموجود فيها، لكن بيختلف من دولة الى اخرى. اقل مبلغ ممكن تحصل فيه على $10 للسيارة الواحدة. فانت متخيل انت كمبتدئ كشخص تشتغل في اليوم 10 سيارات، يعني تشتغل 10 سيارات فحص وتشخيص، فاصبح التقدير المادي لك كشخص مبتدئ $100، افضل ما انك تشتغل عامل من اليوم لاخر النهار تشتغل $50 او $60. فالمجال هذا مجال حلو كتير، مجال فحص السيارات وبرمجة السيارات. فقط المطلوب منك انت جهاز فحص، جهاز تشخيص، في بالسيارة فيشة الابدي 2 الان حنشوفها الان، هذه الفيشة بتنشبك داخل السيارة، وهذا الجهاز بفحط لكل انواع السيارة. طب انا ايش اختار الجهاز المناسب؟ في اجهزة كتير بعالمنا، احنا بعالم فحص السيارات وبرمجة السيارات، في اجهزه كثيره، في اجهزه تشتغل عن طريق التاب، لكن الافضل انك تشتري جهاز متكامل. كيف يعني جهاز متكامل؟ يعني يكون جهاز مع تاب
مع وصلة، وهذه الوصلة بتنشبك عندك وين؟ بالسيارة. الآن حنشوف إحنا السيارة هاي اللي أمامنا، السيارة الفورد موديل 2005. تمام، الآن فتحت السيارة، لاحظين عندي هذا الجهاز بفحط لي كل السيارة. الآن بعد ما فتحت السيارة، لاحظين عندي هنا بالسيارة في عبارة عن مدخل الأبديتو. إيش هو مدخل الأبديتو؟ هاي الفيشة شايفينها معي هان، هذه الفيشة موجودة في كل السيارات، هذه الفيشة موجودة في كل السيارات، بتنشبك عندي في لها مكان هنا تحت. لاحظين عندي هاي مكان الفيشة، هذا بتكون بشكل هذا هيك، بقوم بنزع الغطاء وهي مكان الفيشة، هي هان شايفينها فيشة الأبديتو. بقوم أنا بشبك الفيشة مكان الجهاز. هاي عندي المفتاح وهي اشتغل عند الجهاز بشكل هذا هيك، اشتغل الجهاز. الآن لاحظين عند الجهاز في قوائم كثيرة حنشرحها الآن. أول خطوة بفتح سويتش، فتحت سويتش، لاحظين عندي هاي القائمة اللي هان، في خيار سكان. ايش يعني سكان؟ فحص. في خيار أبديتو إن أشيك على الأبديتو. الخيارات الأخرى هاي للجهاز أبديت وغيره، أنا بلزمني أول خيار الإسكان. لاحظين عندي هنا القائمة فيها خيارات كتير. أول خطوة عندي أوتو، إيش يعني أوتو سيرش؟ بحث أوتوماتيك. لاحظين عندي هنا أوتو سيرش، هنا كل أنواع السيارة. طب أنا بدي أختار يدوي، أنا بدي أدخل أوتوماتيك، أنا مبتدئ وبدي أفحص كأني شخص مبتدئ، بقول له أوتو سيرش. ببدأ عندي دياجنوستيك، نحفظ الكلمة هاي، دياجنوستيك معناها فحص، أوتو سيرش بيبحث عندي. لاحظين عندي بيبحث الآن على إيش؟ على رقم الـ VIN، نحفظ الـ VIN اللي هو رقم الهيكل، رقم الشخصي. أنت مطلوب منك كشخص بتشتغل بهذا المجال تدي تقرير للعميل، إيش عنده موجود مشاكل داخل السيارة. بعض السيارات إذا ما أعطتني رقم الـ VIN، رقم الهيكل، من خلال رخصة المركبة بأحصل على رقم الـ VIN أو بكون عندي مكتوب عندي على هيكل السيارة على الأمام، في حال كان مش موجود عندي من خلال رخصة المركبة. الآن حقوم أنا بكتابة رقم الـ VIN، لاحظين عندي ما أعطاني إياه سيرش بحث، بقوم أنا بكتابته يدويا، أنا مسجله عندي على ورقة خارجية مشان يسهل عندي عملية البحث. بكتب عندي هاي رقم الـ VIN وبسجله عندي عشان في الحالة هاي أدخل على السيارة. حكتب رقم الشخصي بعد ما اخلص بعطيه انا اوكي. هذه كلها العملية للدخول على السيارة، بعطيه انا اوكي من هنا. لاحظين عندي بيبدأ الان يدخل على السيارة، شطاني هنا فورد، بقول له نعم فورد السيارة، بضغط نصف الشاشة. طبعا شباب كل اجهزة الفحص نفس طريقة الفحص، نفس الالية. انت المطلوب منك كفني صيانة تسجل الاكواد هاي، تبحث عن السيارة. لاحظين عندي هان اجنيشن اون، بقول له انا السويتش مفتوح، فاتح سويتش، بقول له اوكي. هان نوع السيارة، هاي بقول لك الفيكل السيارة، النوع الاول فيزيون فيستا، او النوع الاول السيارة ثلاث ابواب، بقول له الاولى اللي هو نوع السيارة. بعد ما اخترت انا الهيكل السيارة، لاحظين عندي هنا في كم قائمة؟ 1 2 3 4. اول واحدة ريبورت، ايش يعني هيلث ريبورت؟ يفحص نظام ريبورت كامل، سيستم سكان فحص الانظمة، سيستم سيليكشن واختار النظام، يعني تفحص فقط منفصل، المحرك منفصل، الايرباك منفصل بشكل هذا هيك، فيكل انفورميشن معلومات على السيارة، احنا نختار اول خيار هيلث ريبورت. لاحظين عندي هان
بجيب لي علامة السيارة من أول السيارة لآخر السيارة، إيش في مشاكل بجيب لي إياها. هذا المطلوب منك أنت كفني صيانة للعميل تعمل له فحص شامل. لاحظين عندي هان إعطاني إنه في عندي مشكلتين، عندي مشكلة في البي سي إم وفي عندي في مشكلة في الجي في الجي إي إم. هاي مشاكل، عشان أعرف إيش هاي المشاكل بدخل على النظام هذا، النظام البي سي إم اللي هو الباور ترين كنترول ميديوم، واللي هو لوحة المحرك، لوحة الماكينة. بضغط إنتر هان بيّن لي المشكلة. لاحظين عند هاي القائمة اختارها نريد فولد كود قراءة الأكواد. هاي القائمة خلينا نشرحها تاني، موديول انفورميشن معلومات عن النظام. أنا إيش داخل هنا؟ داخل على المحرك، هاي معلومات المحرك. ريد فولد كود قراءة الأكواد، كلير فولد كود مسح الأكواد، ريد داتا ستريم اللي هي قراءات حية لايف داتا، يعني اختبار القطع داخل المحرك الحساسات. أوبدي تو فانكشن هي والإيش الأوبدي تو، نظام الأوبدي تو. أنا بهمني الإيش عندي هان، بهمني ريد فولد كود قراءة الأكواد. بختار عندي أول خيار أو تاني خيار، نفس الإشي. لاحظين عندي المشكلة، مشكلة في الإنجكتور. لو أنا بدي أبحث على المشكلة في بحث عن طريق الإنترنت كمان، بضغط على المشكلة من هنا هيك ببحث لي عن المشكلة دايركت من خلال الإنترنت. بعض الأجهزة بتبين لك اللي هو المشاكل. هاي الكود، مشكلة الكود هاي عندي هان، هاي الكود رمز الكود B0200. انجكتون سيركت فيلد، مشكلة في الانجكتور، هذه هي المشكلة، أول مشكلة. برجع أنا للخلف. الآن مطلوب منك أنت كفاحص كفني أنك تكشف السيارة وتدي هاي المشاكل للزبون. حاول بده إذا الزبون طلب منك تحل هاي المشكلة فبكون سعر تاني. يعني أنت كفني صيانة مطلوب منك أنك فقط تفحص السيارة بالشكل هذا هيك. وفي عندها كمان مشكلة، فأنت بتسجل هذه الأكواد والأعطال وبترسلهم إلى مين؟ إلى الزبون، بتقول هاي المشاكل اللي عندك. هذا بالضبط اللي هو مجال فحص وتشخيص أعطال السيارات. وإن شاء الله في الحلقات القادمة حيكون لنا أجزاء تانية لتعليم فحص السيارات وبرمجة السيارات.